اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أسماء عبد الهادي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. في بيت ميسور الحال كانت قاعدة هدى مع أمها. مالك يا هدى يا بنتي؟ شايفاكي قاعدة كده وسرحانة، وليه مش على بعضك؟ كأن في حاجة مضايقاكي أو شغلة دماغك يا بنتي. ها؟ لا يا ماما يا حبيبتي، مفيش حاجة، كل الحكاية اني متوترة وخايفة من موضوع الجامعة ده. يعني زي ما حضرتك عارفة مكان جديد عليا وكمان كبير ولسه مش هكون عارفة حد فيه، فيعني الموضوع شغل تفكيري شوية وكده. يعني ليه يا بنتي؟ أمال أصحابك بتوع ثانوي راحوا فين؟ ما أكيد هتقابليهم هناك. أكيد هقابلهم يا ماما، بس للأسف مش كلنا ندخل نفس الكلية، كل واحدة فينا جالها كلية مختلفة، ففكرة إني أكون لوحدي دي حاجة قلقاني شوية. لا يا حبيبتي ما تخافيش، انت عشرية وحبوبة وطيبة يا هدى، وان شاء الله هتلاقي صحابات بسرعة وتتعودي على المكان بسهولة. ما تشيليش هم البكرة يا حبيبتي، وقولي يا رب. يا رب يا ماما يا رب. صحيح يا هدى يا بنتي، كلمتي باباكي يبعتلك فلوس عشان يعني مصاريف الجامعة واللبس وكده ولا ايه؟ هدى بلعت رقبة بتوتر لانها افتكرت اللقاء اللي ضربنا وبين ابوها لما راحت له شركته. فلاش باك، دخلت هدى الشركة بتاعت والدها وهي قلبها مقبوض وخايفة من ردة فعله. ربنا يستر وما خدش دوش تأنيب من بابا زي كل مرة اجيله هنا، بس اعمل ايه يعني؟ ما هو اللي سايبنا ومش بيسأل عننا، حتى مصروف الشر اللي بيبعته بقى قليل قوي ومش بيكفينا، رغم انه ما شاء الله يعني عنده الخير كله وزيادة كمان. امال ليه بيعملنا كده؟ ليه؟ وليه سايبنا ببيت ايجار؟ ليه سايبنا نعاني الفقر وهو عايش في الهيلمان ده كله؟ انا مش فاهمة ليه بتعمل معانا كده يا بابا؟ ليه؟ مش معنى يعني انك انفصلت عن ماما يبقى تبعد عننا بالشكل ده وتنقنقنا وتحرمنا من خيرك بالطريقة دي؟ لا، وكلكم ومعاملتك الجافة ليكم تاني خالص، ده انا بخاف يا بابا بصوا في وشك من نظراتك الحادة تجاهي. المهم ما علينا، انا هدخله خلاص، رغم يعني تحذيراته المشددة ليا ان انا ما جلوش الشركة هنا، لكني هدخله امري لله. ما انا خلاص داخلة الجامعة ومحتاجة مصاريف ولبس، اعمل ايه بس يا رب؟ ربنا يستر. قربت من مكتب السكرتيرة، لو سمحتي ممكن ادخل لفريد بيه؟ اقول له مين حضرتك؟ قولي له هدى المهدي. طيب تمام، لحظة واحدة. ودخلت السكرتيرة المدير. فريد بيه، في بنت بره عايزه تقابل حضرتك. بنت؟ بنت مين دي؟ بتقول اسمها هدى المهدي. اتغير لون وش فريد. ودي اللي جابها هنا دي؟ اسمعي ماشي، انا مش فاضي. حاضر يا فندم. ولا اقول لك لا، سيبيها ما تمشيهاش، بس خليها قاعده عندك لحد ما افضلها. تمام يا فندم. وبالفعل خرجت السكرتيره لهدى. اتفضلي اقعدي هنا شويه لحد ما فريد بيه خلص اللي في ايده. تمام ماشي. وفضلت مستنيه لمده ساعه كامله لحد ما خلاص ملت وفاض بيها من كتر الانتظار. لو سمحتي هو لسه فريد بيه مشغول ولا ايه؟ انا بقالي ساعه مستنيه هنا، هدخل اساله تاني. حست هدى انه مش عايز يقابلها. لو سمحتي لو مش فاضي انا ممكن اجي وقت تاني. لا لا لا، هساله وهرجع لك، لحظه بس. ودخلت السكرتيره لفريد. فريد بيه، البنت اللي اسمها هدى بقالها ساعه منتظره بره، هتقابلها ولا ايه؟ ايه ده، هي لسه بره؟ انت مصممه بقى تدخل؟ ماشي يا ستي دخليها. حاضر يا فندم. وقعت هباب معايا. السكرتيره خرجت لهدى. اتفضلي ادخلي، تقدري تقابليه دلوقتي. تمام شكرا قوي ليكي. ودخلت هدى. السلام عليكم، ازيك يا بابا؟ انت ازاي بنت تجاري وتجيلي الشركه؟ ها انت جننتي ولا جرى لعقلك حاجه؟ انا مش حذرتك انك تجيلي مكان شغلي؟ اسفه قوي يا بابا، بس اصل قلتلك لما تتنايلي تحتاجي حاجه اتصلي عليا في الفون، ملهاش لازمه طليتك البيه دي. يعني يعني حتى مش عايز تشوفني يا بابا ولا حتى تطمن عليا؟ ده انا بقالي 3 شهور ما شفتش حضرتك. بقى دي مقابلتك ليا؟ بدل ما تقولي وحشتني يا بنتي واخبارك ايه، محتاجه حاجه ولا لا؟ وكمان لما برن عليك مش بترد عليا وبتتجاهل اتصالاتي دايما. انت قولي جايه ليه وعايزه ايه، انا مش فاضيلك. كرامتها نقحت عليها ففضلت انها تروح الجامعه بهدومها القديمه افضل من انها تتذلل لابوها ويتهان كرامتها بالشكل ده وهي بتطلب فلوس الجامعه. لا خلاص يا بابا، طالما حضرتك مش فاضي انا هبقى اجي لحضرتك وقت تاني ان شاء الله. قصدي اكلمك في الفون. انت قولي عايزه ايه بدل ما تعصب عليك يا هدى، قولي. انا كنت عايزه فلوس عشان الجامعه. و فلوس ليه؟ ما انا ببعت لكم كل شهر. ايه بقى الحكايه؟ هو انتوا شايفين انت وامك قاعد لكم على بنك ولا اعمل لكم ايه؟ هنا هدى ما قدرتش تتحمل فقالت بشيء من العصبيه، ما بقوش يكفوا يا بابا، يا دوب بيكفوا فلوس الايجار والاكل والشرب بالعافيه، احنا مش عايشين زي الناس، ويا دوب الفلوس بتكمل لاخر الشهر بالعافيه، ومع ذلك لا انا ولا ماما عمرنا ما نطقنا ولا طلبنا من حضرتك تزود الفلوس، رغم يعني ان حضرتك شايف الوضع وعارفه وكمان تقدر تزوده بكل سهوله، ومش هينقص من فلوسك حاجه. انا مش بطلب كتير يا بابا، انا كل الحكايه اني مش عايزه حد في الجامعه يقلل مني او يتريق عليا عشان الطقم الوحيد اللي عندي اللي جايباه من السنه اللي فاتت، ومع ذلك بلبسه، ما هو مفيش غيره. فلو حضرتك يعني حابب تديني فلوس تمام، مش حابب دي فلوس حضرتك وانت حر فيها، انا مش هقدر اتكلم.
طبعا ما تقدريش تكلمي، ده انا كنت قاطم رقبتك على صدرك. هنا فهمت ان مش هيديها حاجه. انا اسفه على ازعاج حضرتك، عن اذنك استني عندك. نعم يا بابا. انا موافق ان اديكي كل اللي انت عايزاه. بجد يا بابا؟ بس على شرط. بلعت رقها وخافت من شروطه. تيجي معايا الفيلا. بجد يا بابا؟ حضرتك هتحرمنا من ايجار وتخلينا نعيش مع حضرتك في فيلتك؟ لا طبعا، انت بس اللي تيجي بيتي. اما امك بقى تيجي على اساس ايه؟ تراجعت وده وهي زعلانه. انا اسفه يا بابا، مش هقدر اجي اعيش مع حضرتك ومش هينفع اسيب ماما لوحدها. انا اسفه. يعني مش عايزه الفلوس؟ عايزاها، بس في نفس الوقت ما اقدرش اسيب ماما. حضرتك كده بتحملني فوق طاقتي، مش هقدر على ده. طب انا عندي فكره ترضى الطرفين. امك بتشتغل في البيت صح، وبتعمل اكل وبتبيعه مش كده؟ اه يا بابا، ماما نفسها حلو قوي في الاكل زي ما حضرتك عارف، وناس كتير بيطلبوا منها تعمل لهم اكل في الحفلات والمناسبات وكده يعني. تمام قوي، انا مستعد بقى اخصص لك انت وامك كل واحده اوضه في الفيلا، على شرط امك هتيجي الفيلا على انها طبخه جديده وانت بنتها. هدى هنا اتصعقت باللي بيقوله. ايه؟ نعم. ها قلت ايه؟ عن اذن حضرتك يا بابا، انا مش عايزه فلوس تاني خلاص. ونزلت دمعتها على خدها، قهر على حالها واللي بيعملوا فيها ابوها. مشيت وهي مش شايفه من كتر دموعها الصامته اللي بتنزل من غير صوت، لكن قلبها كان بينزف من القهر. فخبطت دون قصد في شاب كان داخل لفريد. انا اسفه. وكملت طريقها من غير ما تبص عليه. اما هو ما كانش عارف ليه لما شافها بتعيط وزعل عشانها. فقال في نفسه غريبه، خارجه من عند بابا بتعيط ليه؟ وايه حكايتها البنت دي؟ فضل يبص عليها لحد ما اختفت عن نظره. بابا مشغول يا امينه ولا ادخله؟ لا طبعا، اتفضل ادخل يا ذنبي، فريد بيبلغني اول ما توصل تدخله على طول. تمام يا امينه، شكرا. هنا فاقت هدى من ذكرياتها على صوت امها. هدى يا بنتي رحتي فين؟ سرحتي ليه؟ معلش يا ماما، انا اسفه، انا حاسه ان دماغي مصدعه وعايزه اقوم انام. ماشي يا بنتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي. واول ما دخلت هدى اوضتها اترمت على سريرها وفضلت تعيط. مفكراني مش حاسه بيكي يا بنتي؟ انا متاكده انك طلبتي فلوس من باباكي ورفض يديكي، بس هقول ايه بقى غير حسبي الله ونعم الوكيل في واحد انعدمت الرحمه من قلبه. اما عند يزن، يزن كان قاعد في اوضته وطافي النور وحاطط راسه تحت ايده وسرحان وبيبص للسقف. هو ايه اللي بيحصل؟ مالي بفكر فيها ليه؟ واللي اتضايقت اني شفتها بتعيط وانا اصلا ما اعرفهاش. وفجاه حس بحركه غريبه، ففتح نور الاباجوره فسمع اللي بتزمر في ودانه. توت يا يمي، منك لله يا شيخه قطعتي لي الخلف. هو في ايه بقى؟ ايه يا يزن بهرج معاك، ايه المشكله يعني؟ يا شيخه وانت شايفه ان مفيش مشكله خالص؟ ده اللي هو انا يعني اللي مش بتفهمي، انا مطفي النور يعني اكيد عايزه انام. ها عايزه ايه؟ لا انت صاحي وما لحقتش تنام. كارما عايزه يخلصي كلك مفهوميه. بص يخرب بيك كده، عايزه فلوس تاني ليه؟ ايه كوكو حكايتك، انت بلعت فلوس ولا ايه؟ اهدي كده على نفسك يا ماما. ايه يا زينو، بلاش يعني جيب اللي انا عايزاه. هاتي باعتدال وبعقل، مش باسراف وبجنون زيك كده. فوقي شويه وعقلي يا كارما. يو يا يزن، كل شويه نفس الموشح. اه يا كارما، واتمنى تعقلي شويه بقى وتمسكي ايدك. يوه طب وربنا بقى، لاروح لسيفو حبيبي وهو هيديني. خدي يا بنت هنا وربنا قدرك. سيفو مين اللي تطلبي منه فلوس؟ لا وبتقولي عليه حبيبك كمان. في ايه بينك وبينه؟ انطقي يا بنت انطقي. وربنا ما قصدي حاجه، دي طلعت كلمه عفويه. في يا يزن وربنا ما في اي حاجه، سيبني يا عم. على اوضتك يا كارما، ومن هنا لاخر الشهر ممنوع تطلبي مني فلوس تاني، انت فاهمه؟ يو اخر الشهر ايه، مش هينفع. كارما انا سامع برطمه ليه؟ يو خلاص مش هبرطم، انا ماشيه. يزن رجع على وضعه اللي كان عليه. حلو، طفي النور بقى وانت ماشيه. ولسه هيحاول يغمض عيونه لقى اللي بيفتح النور تاني. كارما ايه ده يا باشا مصر، ده انا سيف. هنا قام يزن من مكانه ومسك سيف من هدومه. خد يلا تعالالي، جيت في وقتك. يا حبيبي شكلي جيت في وقت مش مناسب، والوحش المفترس اللي جواك صاحي. ولا اللي بينك وبين كارما، يلا ها قر واعترف. ها كارما مين؟ كارما اختك. وربنا استنى مفيش اي حاجه بيني وبينها، يخرب بيت شيطانها، هي قالت لك ايه بالظبط؟ ريحتني يا زفت. ها قولي كنت جاي عايز ايه؟ لا خلاص يا عم انا ماشي، ما بقتش عايز اقول حاجه خلاص. ولا انت كنت جاي ليه؟ لا انا زعلان ومش بكلمك، صلح غلطتك وصلحني. يخرب بيت دماغك اللاسعة. ولا عايز ايه، انا مش فايق لدماغك اللاسعة دي، انا عايز انام، عندي شغل مهم بكرة الصبح. انت قعد سيف على السرير. بصراحة يعني يا زن انا محتاج منك مساعدة سريعة وعاجلة. خير انت كمان هتطلب فلوس تاني؟
لا، موضوع الفلوس ده مفروغ منه اكيد، والاكيد اللي اكتر هطلب لما احتاج، لكني عايزك في موضوع تاني. خير يا ابني ما تتكلم بقى. ابا الحاج سيوفي ماله انكل مدحت؟ قال يا اخويا عايز يسافر وياخدنا معاه. وايه المشكله؟ ما انت بتحب تسافر ومش بتقعد في مكان واحد شهر على بعضه. لا، فكره اني اسافر واستجم واتفسح دي حاجه لوحدها، وفكره اني اسافر واشتغل بقى ده حوار تاني خالص وما اقدرش عليه. اه انت هتقولي ما انت فعلا طول عمرك فاشل وبتاخد السنه في الجامعه على سنتين. ما خلاص بقى يا زن، هيبقى انت وابو الحاج عليا. وربنا انكل مدحت لو سمعك بتقول عليه كده لا يكون معلقك. يا عم فكك، المهم هتساعدني بقى ولا ايه؟ اساعدك ازاي؟ مش فاهم برضو. مش عايز اسافر يا اخي. الله، اسمع، قول له اني اشتغل معاك هنا في الشركه، واني هاجي اعيش معاكم في الفيلا هنا واكون تحت عينك، يعني يسافر وهو مطمن عليا وبطنه بطيخه صيفي. اه، وابوك يسافر من هنا وانت تلعب بدلك من هنا. عيب عليك يا يزن، انت تعرف عني كده؟ هو ابو كده كمان يا يزن، عشان خاطري وخاطر البنت الغلبانه اختي كريمه دي نغم، اعمل اللي بقول لك عليه. ايه هي نغم مش عايزه تسافر هي كمان ولا ايه؟ غريبه قوي. اه يا سيدي، عايزه تفضل هي كمان هنا. اخلص بقى يا سيف، قول انك هكلمه. ريح قلوبنا بالله عليك، واعمل فينا بقى خدمه انسانيه، ومش هننسى لك المعروف ده طول العمر. ماشي يا سيدي، خلاص. انت هتشحت ولا ايه؟ بكره ان شاء الله لو فديت هعدي عليه في الشركه وهكلمه. لو فديت فيك الخير. خلاص يا سيف هكلمه، ما تبقاش ممل بقى. انت مش عايز تسافر وخلاص، وصلت، هعمل كده. روح يا شيخ اللي هيتقع على جدور رقبتك، وتحب وما تبقاش على بعضك كل ما تشوفها وتتلخبط كمان. ولا انت كده بتدعي لي ولا بتدعي عليا زفت انت؟ ايه؟ اه طبعا بدعي لك. طب غور يلا، وقتك خلص معايا. غور حبيبه زينو، تصبح على خير واحلام سعيده مع البنت اللي هتوقعك على جدور رقبتك. ها يا زن، مره واحده ابتسم لانه ده اول حد جيت على باله لما سيف قال كده. وقال هدى قامت من نومها والهم كله في قلبها، سواء من جفاء ابوها ليها او من انها تروح الجامعه اول يوم ليها بهدوم مش جديده وكمان لبستها كتير قبل كده، وكمان فوق ده كله انها يدوب مع مصاريف المواصلات اتنهدت واخدت نفس عميق وقررت انها تصلي الضحى قبل ما تمشي. ولما خلصت صلاه قامت عشان تلبس، فلقيت امها دخلت عليها اوضتها وبتقول صباح الخير يا هدى يا بنتي. هدى حاولت تبتسم عشان مامتها. صباح الخير يا ماما، عامله ايه حبيبتي؟ انا بخير يا بنتي طول ما انتي بخير. ها، مستعده لاول يوم جامعه؟ اه طبعا يا ماما، مستعده اكيد ومبسوطه كمان. علي انا يا هدى يا بنتي، انا عارفه انك حزينه او شايله الهم، بس بتداري زي عادتك. اعمل يا ماما؟ بحاول اعيش واتعايش، ربنا يعني ان شاء الله. ربنا هيراضيك يا بنتي ان شاء الله. يلا قومي البسي الدرس الجديد اللي جبتهولك. ايه درس جديد؟ قولي انا يا ماما، جبتيه امتى وازاي ومنين؟ سبحان الله، رزقه جالك لحد عندك يا هدى. امبارح كنت بوصل اكل مدام سميحه اللي في العماره اللي قصادنا دي، وانت عارفه انها خياطه وبتفصل يعني درسات حلوه، فلقيتها بقى بتقولي الدرس ده هيكون حلو قوي على هدى بنتك، وقالت لي كمان هي رايحه الجامعه واكيد هتحتاج لبس جديد. رديت بقى عليها وقلت لها فعلا والله البنت هتحتاج هدوم جديده. قالت لي بقى شوفي كده ان شاء الله يعجبها. وساعتها قلت لها ايوه بس انا مش معايا تمنه. قالت لي خديه بالتقسيط عادي، رغم ان انا يعني مش بشتغل بالتقسيط، بس عشانك انا هقبل بده. وقالت لي بقى المهم تعمل لنا على طول الاكل الطعم من ايديك الحلوين دول. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. ها، عجبك ذوق امك ولا ايه؟ انا اخترته ليكي وحسيت انه هيعجبك. حقيقي جميل قوي يا ماما، ذوقك تحفه، تسلمي لي يا حبيبتي. تتهني بيه يا حبيبتي. هدى لبست وظبطت نفسها ونزلت ركبت المواصلات ووصلت للجامعه واخدت نفس عميق وحاولت تتحلى بالتفاؤل وتبتسم لما هو قادم، وفضلت تتفرج على المباني اللي قدامها جميله والحدائق والورد في كل مكان والعربيات الاحدث موديل سواء بتاعه الطلبه او دكاتره الجامعه. ومره واحده افتكرت ان والدها عايش في رفاهيه زي الناس اللي هي شايفهم قدامها دول. فيها ايه يعني يا بابا لو اخدتنا انا عايش معاك؟ كان هيحصل ايه يعني؟ ليه جيت علينا بالشكل ده وعشان ايه؟ خلصت كلامها وبترجع لورا خطوه ولقيت نفسها خبطت في حد، واللي هو يزن برضو. حسبي يا نسا، انا اسفه قوي ما خدتش بالي ان حد ورايا. ولا يهمك، انا اللي يعتبر غلطان، كنت مشغول في الموبايل وما انتبهتش قدامي، حصل خير. ابتسمت وده ابتسامه خفيفه ومشت، اما هو ففضل واقف مكانه. انا شفت البنت دي فين قبل كده؟ لحظه كده، دي البنت اللي كانت بتعيط وهي خارجه من مكتب بابا. ايوه هي، انا متاكد. وبص قدامه يدور عليها تاني لكنه ما لقاهاش. هي راحت فين؟ يا خساره، انا مش عارف انا ليه مهتم بيها كده. اما هدى فراحت على المبنى بتاعها وقررت تقعد في اي مكان فاضي، ولما لقيت بنت قاعده لوحدها قررت تروح تقعد معاها. السلام عليكم، ازيك يا قمر؟ انا هدى. وانتي؟ وعليكم السلام، اهلا هدى. وانا امل. انتي دفعه اولى معانا هنا صح؟ اه يا حبيبتي، احنا زمايل هنا مع بعض.
مبسوطة اني تعرفت عليكي. وانا اكتر. بقولك تعرفي حد من الدكاترة اللي هيدرسونا؟ طبعا يا بنتي، شفتهم كلهم على جروب الدفعة. ايه ده، فين جروب الدفعة ده؟ ما شفتوش قبل كده. على الواتساب يا بنتي، تقريبا الدفعة كلها موجودة فيه. فاتك امبارح بقى حفل التحفيل على الدكاترة، انما ايه، هو الا الدكتور يزن اللي البنات كلها هتموت عليه، وفضلوا بقى يعكسوا فيه طول الليل. في الواقع يعني انا ما عنديش نت، فكنت بدخل بسيط يعني وقت الحاجة، بس ممكن اخد رقمك وتبقي تضيفيني للجروب ده عشان افهم النظام. تمام، هضيفك لكل جروبات الدفعة اللي هم عملوها وبيخرجي من اللي تحبيه بقى، لان بصراحة في جروبات كده ملهاش لازمة، عبارة عن شباب وبنات بيتعرفوا على بعض. لا لا لا، انا ماليش في الكلام ده، حسيت كده فعلا من اول ما شفتك. وعلى فكرة انا زيك بالظبط، ماليش في الكلام ده الحمد لله. حلو قوي، يبقى هنتفق ان شاء الله. تعالي بقى اوريكي الدكاترة كلهم والطلبة اللي قدم مننا بيقولوا عليهم ايه. فضلت امال توريها صورة الدكاترة، وجت على صورة يزن، وده بقى يا ستي دكتور يزن، واللي هيدينا مادة ادارة الموارد البشرية، وبيقولوا ان المادة دي مش سهلة خالص، لكن دكتور يزن بيشرحها بطريقة لذيذة، عشان كده الطلبة كلهم بيحبوه قوي، لكنهم بيقولوا ان انسان جد جدا وحازم كده، وبيحب الالتزام قد عينه، واحيانا كتير بيكون شديد. يا خبر، ده دكتور يزن؟ معقول هي دي الاحراج؟ في يا بنتي مالك اتخضتي كده ليه؟ اصلي وانا جاي المدرج هنا من شويه خبطت فيه بدون قصد. اوبا الاحراج. والله احراج، بس بصراحه فعلا طلع انسان جنتل قوي، اتكلم بهدوء، وقال ان هو كمان كان غلطان لانه كان مشغول في موبايله وما بصش قدامه، فانا احترمته جدا. يا بنتي كله بيقول عليه جنتلمان كده في نفسه وعسل قوي، انا متشوقه قوي جنة اشوفه وجها لوجه. وخلص اليوم والبنات خلصوا محاضراتهم. يوه، يعني ما جاش دكتور يزن، للاسف كنت هموت اشوفه. معلش بقى، تلاقيه انشغل في حاجه، الله اعلم بظروفه. يا اختي، ما انت شفتيه وكلمتي معاه كمان. يا بنتي شفته ايه؟ ما انا حكيت لك على اللي حصل، يعني مش موقف ظريف اصلا. وان يكن، المهم شفتيه، هموت واعرف طالما جه ما دخلناش ليه. سيبك بقى وكبري، زيه زي اي دكتور، ومش عايزين نتعلق بالموضوع ده. معاكي حق، بس برضو مش هرتاح غير لما اشوفه، عايز اعرف زي صور كده ولا لا. برضو مفيش فايده فيكي. يلا انا ماشيه بقى عشان ما اتاخرش على ماما. طب استني، قولي لي طريقك، يمكن يكون نفس طريقي ونمشي مع بعض. وهو ده اللي طلع على الطريق. طب قشطه قوي، يلا بينا. وبعد وقت وصلوا على الموقف اللي هيركبوا منه، بس جه اتصال من ده من رقم مش متسجل. الو، مين معايا؟ وأمينة سكرتيرة فريق بي. أنس هدى معايا؟ أنا هدى، خير، مين حضرتك؟ فريق بي عايزك في مكتبه النهاردة ضروري. عايزني في مكتبه؟ غريبة يعني. وقالت في نفسها ده زعلي عشان جيت له المكتب امبارح، ربنا يستر، يا ترى عايزني في ايه؟ هيا أنس هدى، الرسالة وصلت؟ تمام، حاضر هروح له، شكرا ليكي. معلش بقى يا أمل، أنا مضطرة أروح مشوار كده، فمش هنكون نفس الطريق، أشوفك بكرة إن شاء الله على خير. تمام يا دودو، مع السلامة. وركبت هدى وراحت لأبوها بآخر فلوس كانت معاها، وهي داخلة من بوابة يا رب يكون ضميره صحي وطلبني عشان يديني فلوس. ولسه ما خلصتش الكلمة لقيت نفسها خبطت في كلكم طبعا فكرتوا انها خبطت في يزن، لكن لا، هي لبست المرة دي في الحيطة. اللي جاب الحيطة دي هنا بس. ايه حكايتك يا بنتي بالظبط؟ هو انت لازم تمشي تخبطي في اي حاجة وخلاص؟ ركزي يا ماما ركزي. بصت قدامها بعد ما شالت ايديها من على راسها. دكتور يزن؟ اوبا، انت المره دي عرفتيني بجد، اكيد بقى ده من جروب الدفعه بتاعكم اللي مقطعين فروتي، صح ولا ايه؟ والله انا ما دخلتش لسه فيها دكتور. لسه، يبقى ناويه تدخليه. عامه يا ستي عشان تكوني عارفه، مش انا اللي هدرس لكم اداره الموارد البشريه الترم ده. ايه ليه يا دكتور؟ الجدول في اسم حضرتك. بس جالي سفريه مفاجاه تبع الشغل يعني، واحتمال اسافر الاسبوع ده ان شاء الله، عشان كده طلبت من دكتور صاحبي هو اللي يدرس لكم الماده. خساره يا دكتور، البنات كلها كانت متحمسه لحضرتك جدا وهيزعلوا لو عرفوا الخبر. عارف، عشان كده اجي لهم بكره ان شاء الله وارحب بيهم كدفعه جديده يعني في كليتنا، وهبلغهم بنفس الخبر. ابستي بقى، انت اول واحده تعرفي الخبر. البنات بتقول يعني ان شرح حضرتك كويس جدا، فما اظنش ان هيكون مبسوطه لما فرصه عظيمه زي دي تضيع من ايدينا. لا ان شاء الله دكتور وليد شرحه هيكون احسن، بالتوفيق لكم كلكم. صح، انت بتعملي ايه هنا؟ ارتبكت هدى جدا وما بقتش عارفه تقول ايه، لان باباها محرج عليها انها تقول لاي حد حقيقة ان هو والدها. بابا بيشتغل هنا. بجد؟ طب كويس قوي. ها بقى اسمه ايه؟ اتوترت هدى وحاولت تزوغ من سؤاله. تقريبا كده انا عطلت حضرتك، عن اذنك. وسابته وجري بسرعه على السلم، حتى من لبختها نسيت انها تطلع بالاسانسير. اما اذن فابتسم تلقائيا، مش عارف ليه هو ارتاح للبنت دي ولا ليه اصلا وقف وحكى معاها وهو عمره ما عملها قبل كده واتكلم مع طالبه عنده. طلعت هدى لابوها في المكتب. بابا حضرتك طلبتني؟
فريد بي من هنا ورايح تناديني بفريد بي، مفهوم يا ودا؟ حاضر يا فريد بي، حاضر. ها فكرتي في اللي قلتلك عليه؟ اللي هو ايه؟ يا ربي انك تعيشي في الفيلا. ما انا قلت لحضرتك ان انا مش هسيب ماما، استحالة اعمل ده. يبقى تيجي انتي وامك الفيلا وهتعملي اللي بقولك عليه. عايزني اجي عشان اعيش في فيلا ابويا على اني بنت الطباخه؟ يعني يرضيك كده؟ هو ده، مش عايز كلام كتير ولو له يتسمع. اسفه يا بابا، انا كده مرتاحه، انا مش عايزه اجي الفيلا. وانا مش باخد رايك على فكره، بكره لحد ما تلموا هدومكم وترتبوا حالكم هبعت لكم السواجي ياخدكم، مفهوم؟ هو ده الدموع خلاص كانت هتنزل من عيونها. بس يا بابا كده ظلم. مش عايز كلام كتير، انت تسمعي اللي بقوله من سكات ويلا اتفضلي غوري من وشي. جريت هدى من قدامه وخرجت على بره، وهي زي المره اللي فاتت مش شايفه قدامها خالص، وفضت ما شاف الطريق، لا هي عارفه رايحه فين ولا جايه منين، ولا حتى منتبه للعربيات المعديه واللي ممكن تخبط فيها، لحد ما فعلا كانت عربيه سايقه بسرعه فكانت هتخبط فيها لولا بس مهارات العربيه اللي عليها في السواقه، كان فعلا خبطها وكانت هتبقى في خبر كان. لكن هدى من زعلها وصدمتها ان العربيه بتقرب منها وكانت هتخبطها خافت جدا واغمى عليها، فنزل هو من عربيته بسرعه عشان يشوفها وقال: يا نسا يا نسا يا نهار ابيض، دي باين عليها اغمى عليها، وانا هعمل ايه دلوقتي؟ البت لو حصل لها حاجه ابا الحاجه هيشلوحني، اعمل ايه بس يا ربي؟ طب اسيبها واهرب؟ لا، بس الناس حوالينا وممكن يكونوا اخدوا نمر عربيتي فيودوني في داهيه. بس لقيتها، انا احسن حاجه اعملها اني اخدها المستشفى لسليم ويشوف حصل لها ايه. وبالفعل سيف شال هدى ونايمها جنبه في عربيته وربط لها حزام الامان عشان ما تقعش، ولف وسائل عربيه وهو بيقول: يا رب ما تكونش ماتت، يا رب ما تكونش ماتت يا رب. وبعديها طلع موبايله وكلم سليم: سليم يا سليم الحقني، انا في مصيبه، انت فين؟ ربنا يستر منك ومصايبك، انا في المستشفى عندي شغل. عملت ايه المره دي؟ بقول لك ايه، والله ما هوش عنك ابوك ولا حتى هدافع عنك. كويس ان انت في المستشفى، قابلني على البوابه بسرعه يلا. ليه خير في ايه؟ خوفتني، انا داخل عليك اهو، قابلني بس. ماشي يا سيف، لما نشوف اخرتها معاك. وبالفعل وقف سليم بيستنى سيف بره، ولما وصل سيف نزل من العربيه ولف بسرعه وشال هدى وجري بيها، وسليم اول ما شاف كده جاب ترولي بسرعه. يا لهوي نايمة، انا اخرب بيتك، مين دي وعملت فيها ايه؟ خبطتها بالعربيه بس، وربنا هي اللي غلطانه مش انا، حتى انا حاولت اتفادى العربيه بس تقريبا خبطت فيها، وبعدها البت بقى فرفرت كده. شوفها يا سليم شوفها، وبالله عليك ما تقولش انها ماتت، ده انا كده هروح اللومان. يا خساره شبابك يا سيف، هتقضي كله في السجن يا سيف، عيني عليك يا سيف يا ابن المصيف، هتتسحل يا سيف يخرب بيتك. اهياني اهياني يما، اكتم يا زفت بقى وبطن واحد، ده البنت لسه ما ماتتش الحمد لله وهي عايشه اهي، بس تقريبا كده مغمى عليها. انا دخلها اوضه الفحص واشوف في اصابات داخليه ولا لا، اتنقل بقى ترزعنا لحد ما ارجع، وعلى فكره حسابي معاك بعدين. طيب ماشي، اديني اقعد اهو، هروح فين يعني؟ انا مني لله، ابويا لو عارف كده هيصفرني معاه وش. فضل قاعد بره بيندف في حظه ومستني خروج سليم عشان يطمنه. اما جوه سليم فحص البنت وبعدها اتنهيت براحه، الحمد لله البنت كويسة ما فيهاش حاجة، تلاقي يغمى عليها من الخضة والخوف بس، حاولي تفوقيها ولما تفوق بلغيني. حاضر يا دكتور. خرج سليم لسيف إلا أول ما شافه قام وقف: ها يا سليم البنت حصلها إيه؟ سليم بمكر لأنه قرر يدي لابن عمه المتهور ده درس يعقله: للأسف البنت متدغدغة خالص وما فيش حتة في جسمها سليمة، ومحتاجة عمليات كتير جدا وخطيرة كمان، وهي تعيش يا تموت الله أعلم بقى. هنا سيف حط إيده على راسه: يا اختي يا خيبتك التيلة يا سيف، رحت في داهية، اهلها مش هيسبوك، وابوك الحاج مش هيسأل فيك وهيسيبك تدخل لومان. يا حس السودة يا انا اما، هتبهدل وانت لسه صغير وفي عز شبابك يا سيف. انت بني ادم انت، ايه اللي انت بتعمله ده وبتقول ايه؟ ايه بقى سيبني اندف في حظ الهباب؟ ما هو من اعمالكم سلط عليكم، يمكن تفوق لنفسك وتتعادل بقى. طب وربنا يا ناس، انا المره دي مظلوم، انا كنت ماشي على سرعه عاديه جدا وهي اللي نطت في وشي، والله حاولت اتفاداها بس لقيتها طبت ساكته، اقسم بالله ما لي ذنب، انا مظلوم انا بريء، اتصرف يا سليم انا بديع. عيانة سليم كان ينفجر من الضحك بس ماسك نفسه بالعافيه. وهنا جت الممرضه: دكتور سليم البنت فاقت الحمد لله. طب كويس الحمد لله، انا جاي لها حالا. بعد ما قال كده مسك سيف من قفاه: تعال معايا يا حلو يلا. ايه هنبص عليها؟ يبقى ده الوداع الاخير. لا يا سليم بقول لك ايه، انا بترعب وجسمي بيتلبش، مش عايز اشوفها بمنظرها ده. وهنا ما قدرش سليم انه يمسك نفسه من كتر الضحك، ودخل الاوضه اللي فيها هدى. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك يا انسه.
وعليكم السلام، مين حضرتك وانا فين وانا بعمل ايه؟ انا دكتور سليم، وفي واحد خبطك بالعربيه وجابك علينا يطمن عليكي، والحمد لله انا جت سليمه. الف سلامه عليكي. حاسه بحاجه بتوجعك؟ صداع او حاجه؟ لا الحمد لله، بس حاسه بدوخه شويه. سليم ناولها كوبايه عصير. اتفضلي اشربي ده والدوخه دي هتروح. ونادى على سيف، تعالى يا زفت ادخل. وسيف دخل وهو حاطط ايده على عيونه. ايه سليم، قلت لك مش بحب اشوف منظر الجثث. بالله عليك وربنا ما كان قصدي اخبطها. اقول لك انا مش هسوق عربيات تاني. ده المعتوه اللي خبطك بالعربيه، وهو للاسف الشديد هي ابن عمي. فايه بقى، مسامحه ولا بلغ ابويا علقه؟ ابتسمت هدى على تصرفات سيف، اما سيف ففتح عيونه وقال ايه ده ايه ده ايه ده، ما يطلع كويسه وبخير اهي. انت كنت بتشتغلني يا سليم صح؟ منك لله، وقعت قلب يا شيخ. قلت ايه؟ لا طبعا مسامحاه، اصلا انا اللي غلطانه، كنت ماشيه ومش منتبهه، والحمد لله انها جت سليمه. شكرا جدا لحضراتكم، ممكن امشي بقى؟ اكيد طبعا، اتفضلي والف سلام عليكي مره تانية. الله اكبر، دي كلمت وقامت واقفه كمان على رجليها. البنت طلعت سليمه والحمد لله، انا عديت منها على خير. فلت بجلدك يا ابو سيوف، الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. يحيى العدل يحيى العدل. يا سليم اكتم بقى، صدعتني وغور. يلا خليني اشوف شغلي. هدى فضلت تدور على شنطتها. الله هي راحت فين؟ بتدوري على حاجه انسه؟ شنطتي كانت معايا، يا رب ما كنتش نسيتها في الشارع. تقريبا ممكن تكون وقعت في عربيتي، تعالي نشوفها واوصلك كمان بالمره. اه من فضلك شوف لي شنطتي، بس موضوع المواصله ده فشكرا، انا هعرف اروح لوحدي. يفضل تخليه يوصلك عشان ما تدخيش في الطريق. هدى كانت هترفض، لكن افتكرت ان ما فيش معاها فلوس فاضطرت توافق. طيب خلاص موافقه ماشي. سيف تسوق كويس، ها وظن بقى انك اتعلمت الدرس كويس. وربنا اتعلمته يا سليم. خلاص الف شكر يا باشا، نيجي لك في الافراح وليالي ملاح. سلام. وبالفعل هدى راحت مع سيف ودورت على الشنطه ولقيت على كرسي جنب سيف اللي ما انتبهش ليها عشان كل همه انه ينقذها وبس، وقررت انها تقعد ورا عشان مكسوفه منه. لكنها سمعته بيقول لا بقول لك ايه، تعالى اركبي قدام، انا اختي مش السواق الخصوصي بتاعك. بصيت له باحراج. هي بنتي بهزر معاكي، وشك ضرب الوان ليه؟ تعالي قدام، هتقعدي ورا ليه؟ هو يعني فيها حاجه لو قعدت في الكرسي اللي ورا؟ لا ما فيهاش، عادي اللي يريحك، بس تعالي تعالي بس قدام. قعدت هدى قدام جنبه وهي في قمه حرجها. ها عنوان بتكون فين بقى؟ هدى لسه هترد في الوقت ده يزن كلم سيف على الموبايل. الو ايوه يا عمنا، عايز ايه؟ يلا مالك في ايه، ما ترد كويس. وربنا ما قصدي حاجه. نعم يا كبير، انا تحت عمرك. ها كده كويس. عايزك تيجي لي على الفندق، معايا وفد كده مش عارف اسيبهم، ومعايا اوراق لازم توصلها الشركه في اسرع وقت. الله وانا مال انا، ما تبعتهم مع السواق، كنت شغال عند ابوك. لو كنت قدامي دلوقتي يا زفت. اسمع يلا، الاوراق دي مهمه وما ينفعش ابعتها مع اي حد، فتنيل كده واخلص وتعالى لي خمس دقايق ولاك قدامي. سامع؟ يوه طيب جاي اهو، ما هو اليوم مضروب من اوله. وبص لهدى، معلش يا انسه هاخرك شويه، مشوار في طريقنا على السريع كده، هاخد منه الورق واوصلك على طول. لو حضرتك كنت مشغول مش مشكله، انا ممكن انزل انا. لا لا تنزلي ايه، انت لسه تعبانه. هو انت عايزه تجيبي لي مصيبه ولا ايه؟ ده انا ما صدقت وروحي تردت لي انك بخير وكويسه، مش هاخرك ما تقلقيش والله. وبالفعل سأل عربية وراح على الفندق اللي قاله عليه يزن، ويزن كان واقف له بره الفندق، واول ما شاف عربية سيف قرب منها بسرعه وراح عند الشباك. اسمع الملف ده يوصل لبابا وفي ايده شخصيا، في ايده. ها وسيف اخذ الملف. خلاص يا عم ماشي، فهمت يا عمنا، الله هوصله في ايده حاضر لما نشوف اخرتها معاك. يزن جه يرفع راسه فشاف هدى واستغرب جدا هي ليه راكبه معاه، وصادف الوقت ده ان هدى تلف وشها وبتتقابل عيونها في عين يزن وبتبص له باستغراب هي كمان. ايه الصدف العجيبه اللي بتجمعها بيزن في كل مكان تروحه؟ سيف خرج يزن من شروده وهو بيقول اي اوامر تانيه يا يزن باشا. ها لا خلاص كده، يلا حالا وصله. ماشي يا عمنا سلام. سيف سائل عربيه وراح عند المنطقه اللي فيها بيت هدى. خلاص هنا كده يا استاذ سيف، نزلني هنا بقى. انت بيتك هنا؟ في الشارع ده. شكرا لحضرتك. هتقدري توصلي ولا اوصلك بنفس لحد باب البيت؟ لا لا شكرا قوي، عطلتك معايا. لا انا لا اسف يا انسه هدى على الحادث اللي حصل، والف سلام عليكي. الله يسلمك. ومشيت لبيتها وسيف انطلق في طريقه بيوصل الملف زي ما قال له سيف. روحت هدى بيتها فلقت مامتها ووشها شاحب. هدى بنتي الحمد لله على السلامه، اتاخرتي ليه يا بنت؟ قلقتي قلبي عليكي. يا حبيبتي يا ماما انا اسفه والله اني قلقتك، انا كويسه الحمد لله واديني جيت اهو. ايوه يا هدى يا بنتي، ايه اللي اخرك كده؟ انت ما قلتليش انك هتتاخري بالشكل ده.
هدى ما ردتش تقلق مامتها زي عادتها، فقالت اول يوم بقى يا ماما والطريق كان زحمه قوي والطلبه كانوا كتير وكده. بس وشك اصفر قوي يا بنتي، احكي لي ما تخبيش عني، انا عارفه ان في حاجه او انت مخبيه عني. بصراحه كده يا ماما كانت هتخبطني عربيه فاغمى عليا من الخضه. مامتها ضربت على صدرها من الخضه وقالت يا لهوي يا بنتي، عربيه خبطتك؟ انت كويسه؟ قولي لي فيكي ايه. ايه دي يا ماما، والله انا كويسه وقدامك هو زي الفل. هدى يا بنتي طمنيني فيكي ايه. اهو شفتي يا ماما، انا ما كنتش عايزه اقولك عشان كده، اديكي قلقتي وهتتعبي وانا اصلا كويسه والله. طب يا حبيبتي احكي لي ايه اللي حصل. ولا حاجه يا ماما، فقلت لقيت نفسي في المستشفى والدكتور طمني ان انا كويسه واغمى عليا من الخضه بس، وجابوا لي عصير وصاحب العربيه اعتذر لي ووصلني بنفسه لحد هنا، وانا وافقت عشان الدكتور قال لي ان انا محتاجه ارتاح عشان يعني ما ادخش تاني. يا قلبي يا بنتي قدر ولطف، ربنا يحميكي ويحفظك يا رب. اللهم امين. هيا ماما فين الاكل، انا واقعه من الجوع. يا قلبي يا بنتي حالا ويكون جاهز، يا ضي عين انتي. وراحت مامتها بسرعه للمطبخ وهدى قعدت وهي بتتنهد يا امي على حنيتك وطيبه قلبك، اه لو كان بابا هو كمان يحبني كده ويحن عليا زيك كده ساعتها بقى مش هحتاج لاي حاجه في الدنيا حتى لو كنا افقر ناس. وهنا جت مامتها وفي ايديها كوبايه عصير ليمون. هدى يا قلب امك اشربي دي هتروق دمك لحد ما اغرفلك الاكل. تسلم ايدك يا ست الكل. اما بقى عند سيف فودى الملف، بس وهو رجع في طريقه كلم يزن. يزن انا وديت الملف لعمي زي ما طلب. ها بقى انت عملت ايه مع ابو الحاج؟ يزن كان متضايق ومش عارف ليه، يمكن عشان شاف هدى مع سيف. بقى انت متصل بيا ومعطلني عشان تسالني عن الموضوع ده؟ هو انا مش ورايا غيرك ولا ايه؟ هبقى اعدي عليك واقول لك. اقفل بقى. سيف رفع حاجبه باستغراب. ماله ده اتنرفز عليا ليه؟ ده الظاهر كده في حاجه مقدره في الشغل، وكالعاده لازم هيطلعه في العبد لله الغلبان اللي هو انا. وهنا اتصل والده فرد سيف. ابا الحاج قصدي بابا، ازيك يا كبير عامل ايه؟ انت يا زفت فينك طول اليوم؟ طبعا اكيد عمال تتصرمح في الشوارع ولا همك حاجه، وعارف ان والدك مسافر ومفيش ابدا دم ومفيش. هساعدك يا بابا، محتاج اي حاجه مني يا بابا؟ انا عارف اني ما خلفتش رجاله اصلا. الله بقى وللغلط ده بس يا بابا، انت يا زفت في لمح البصر ليك قدامي فاهم ولا لا؟ ولا انت بقى عارف انا عامل فيك ايه؟ ها حاضر حاضر جاي اهو. ابو قفل السكه. يا لهوي ده قفل السكه في وشي. فيا جدعان الناس اللي لما بتكون متنرفزه ما تلاقيش غير عبد الله وتتنرفز عليه، لا يكونش سليم قال له حاجه عن الحادثه اللي حصلت عشان كده مش طايقني. يا لهوي لا 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 سليم طيب وما يعملهاش ابدا، انما لو اخو يوسف وربنا ما كان سكت انا هروح له بسرعه بدل ما يطلعهم عليا فعلا. انتهى اليوم، وبعد يوم مرهق طويل بالنسبه يعني لزم في الشغل، رجع الفيلا ودخل اوضته وغير هدومه ونام. لكن فجاه نطت صوره هدى في باله فابتسم، لكن افتكر انه شافها مع سيف في العربيه فتغيرت ملامح وشه للغضب ولف وشه الناحيه التانيه وكانه بيبعد صورتها عن دماغه ونام. تاني يوم في الجامعه هدى اتقابلت مع امل. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا امل اخبارك ايه؟ كله تمام. ها مستعده؟ اصل دكتور يزن نشر على جروب الدفعه انه جاي لنا النهارده، انا مبسوطه قوي ومش مصدقه نفسي. عندي يعني ليكي خبر كده، بس خاف يعني ابوظ الحماس اللي فيكي ده. اقولك ولا اقولك؟ خلاص مش هقول. انت كده ولا كده خلاص هتعرفي اهو. ايه في ايه؟ اوعي تقولي انه مش جاي، اصل محدش قال الخبر ده نهائي. لا لا يلا ندخل وهتعرفي كده ولا كده. لا 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 قولي بالله عليكي. ايه ده يا امل؟ ده دكتور يزن. الله بجد هو فين؟ هدى ضحكت وجريت على المدرج ودورت على اي مكان تقعد، لكنها ما لقيتش مكان تقعد فيه، ولقيت المكان كله كومبليت. ايه ده امل؟ مفيش ولا بنش ولا حتى كرسي فاضي، هنقعد فين بقى؟ وبعدين بقى هنفضل واقفين طول اليوم كده ولا ايه؟ اوف انا نسيت خالص، احنا كنا لازم نحضر بدري، كنت عارفه ان ده اللي هيحصل وده اصلا كان المتوقع طبعا. يعني ايه ده المتوقع؟ امبارح ما كانش فيه ربع الموجود دلوقتي حتى. يا بنتي عشان اول محاضره هي الدكتور يزن، عشان كده كل حاضر، ومش بس دفعتنا، لا هتلاقي من الدفعات التانية، مش بقولك البنات هتتقابل عليه. ياه للدرجه دي يعني؟ طبعا يا بنتي، انت نسيتي انا قلت لك امبارح كل ده ومش بيدي لحد فيهم وش؟ امال لو كان بيكلمهم كانوا عاملوا فيه ايه؟ اه يا بنتي ما هم اخدنا من باب التقل صنع، فعشان كده بقى هو تقيل وهم بقى مغرمين بيه اكتر عشان تقوله ده. يا سلام. المهم شوفي هنقعد لنا فين بقى يا حضره الفزلكه انتي. وامل بصت حواليها. بس انا جات لي فكره، وجريت على المدرج ودورت على اي مكان تقعد، لكنها ما لقيتش مكان تقعد فيه، ولقيت المكان كله كومبليت. ايه ده امل؟ مفيش ولا بنش ولا حتى كرسي فاضي، هنقعد فين بقى؟ وبعدين بقى هنفضل واقفين طول اليوم كده ولا ايه؟ اوف انا نسيت خالص، احنا كنا لازم نحضر بدري، كنت عارفه ان ده اللي هيحصل وده اصلا كان المتوقع طبعا.
يعني ايه ده المتوقع؟ امبارح ما كانش فيه ربع الموجود دلوقتي حتى. يا بنتي عشان اول محاضره هي الدكتور يزن، عشان كده كل حاضر، ومش بس دفعتنا، لا هتلاقي من الدفعات التانيه. مش بقولك البنات هتتابل عليه؟ ياه للدرجه دي يعني؟ طبعا يا بنتي، انتي نسيتي انا قلتلك امبارح كل ده ومش بيدي لحد فيهم وش؟ امال لو كان بيكلمهم كانوا عاملوا فيه ايه؟ اه يا بنتي، ما هم اخدنا من باب التقل صنعة، فعشان كده بقى هو تقيل وهم بقى مغرمين بيه اكتر عشان تقولوا ده. يا سلام. المهم شوفي هنقعد لنا فين بقى يا حضرة الفزلكة انتي. وامل بصت حواليها. بس انا جات لي فكرة. فكرة ايه؟ الحقينا بيها، احنا ما فيش اي مكان نقعد فيه، نقعد هنا في نص الطريق وامرنا لله. هي دي الفكرة يا شيخة؟ حرام عليكي، انا قلت هتحليها بجد. ايه يا بنتي، ما انا حليتها اهو، المهم نقعد بدل وقفة المحاضرة، ومش مهم ازاي بقى، يلا عودي ما تدقعيش قوي كده. وبالفعل قعدوا هما الاثنين في نص الطريق اللي بيطلع للبنشات فوق، ولما دخل يزن مدرج كل الشباب بدأت تعمل هرجلة، وكل كان فرحان، وفي اللي بيسفر كمان. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورنا والله. اهلا بكم جميعا في اسرتنا اللي بتكبر وهتكبر بيكم. بس ايه ده ما شاء الله، الكل صاحي بدري يعني، وحاضر المحاضرة كمان. لا لا ما شاء الله عليكم، انا كده اخد اول انطباع كويس عنكم، برافو. ولاحظ يزن وهو بيبص على الدفعة كلها اللي البسمة هتنط من على وشوشهم، ايه ده البنات اللي قاعدة على الارض دي قاعدين كده ليه؟ هدى وامل قاموا وقفوا. مفيش مكان يا دكتور، فطرنا نقعد كده. شفتي فكرتك، جبت لنا الكلام، عاجبك كده؟ لا طبعا ما يصحش كده، ده انتوا بنات، لو سمحت ممكن تجيب لنا كرسيين هنا؟ وبالفعل العامل جاب الكراسي، وهدى وامل قعدوا قدام بالقرب من يزن، وكانت سعادة امل اكبر ما يكون. شفتي فكرتك، قعدتك قصاد دكتور يزن مباشرة، وفكرك ان دي حاجة كويسة. انا محروجة جدا، حاسة ان الكل بيبص علينا. مش مهم، المهم ان احنا قعدنا في مكان كويس وكمان نقدر نشوف فيه دكتور يزن وخلاص. هدى لاحظت ان يزن طول الوقت بيبص عليها بضيق، فاستغربت جدا هو ليه بيبص لها كده. يا شباب انا عارف انكم متحمسين اننا نبدأ المادة وان انا ادرس لكم، عشان حقيقي صعب علي اني اقول لكم خبر زي ده. والدفع كلهم قالوا له لا يا دكتور ما تقولش ان انت مش هتدينا. لا يا دكتور احنا كده نزعل قوي. لا 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 مش هينفع، احنا عايزين حضرتك انت، ليه تمشي؟ لا يا دكتور ارجوك خليك معانا. يا شباب والله حقكم عليا، بس انا زي معظمكم عارفين انا عندي شركتي وشغلي، فانا عندي سفريه شغل مهمه جدا، عشان كده دكتور وليد الالفي هو اللي يدرس لكم بدل الماده دي، وصدقوني شرحه افضل مني مليون مره. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. لا طبعا يا دكتور احنا عايزين حضرتك. دكتور وليد على عيننا وعلى راسنا، لكن انا عايزين حضرتك انت، طالما يعني الجدول نزل واسم حضرتك فيه وتعشمنا خلاص، فبلاش تمشي وتسيبنا، احنا مستعدين نستنى حضرتك لحد يعني ما تخلص شغلك وترجع من سفرك. يا شباب مش عايز اعطلكم، انا اهم حاجه عندي مصلحتكم. يا دكتور مش هنتنزل عن حضرتك، مع احترامنا يعني لجميع الدكاتره هنا. لا يا شباب انتوا كده عايزين تزعلوني، رغم ان الايام الجايه كتير واكيد انا هدرس لكم تاني في سنه من السنين، فايه المشكله؟ كترت الهمامه قوي بين الطلبه وظهر على وشوشهم الاستياء، وفجاه اسمهم وهم بيرددوا وبيقولوا عايزين دكتور يزن، عايزين دكتور يزن، عايزين دكتور يزن، دكتور يزن، دكتور يزن، دكتور يزن، دكتور يزن، دكتور يزن، دكتور يزن. تمام يا شباب، طالما مصرين هحاول ارتب اموري، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا اشوفكم على خير، وسنه سعيده لكم معانا هنا ان شاء الله. السلام عليكم. الشباب كلهم فرحوا انه ممكن يجي لهم، اما هدى فقامت من مكانها وجريت على بره بتلحق بيه. دكتور يزن يا دكتور، دكتور يزن. يزن وقف. في حاجه يا نسا؟ ها في حاجة؟ دكتور ممكن أعرف هو حضرتك يعني متضايق مني في حاجة؟ كنت بتبصلي وكأنك متضايق في المحاضرة. أنا والله ما قلتش لحد على موضوع سفرك ده إطلاقا. يزن اتنهد وقلب انزعاج، لأنه مش عارف إيه السر اللي مخليه دايما بيفكر في البنت دي. حاولي تراجعي نفسك كويس قوي وتعيدي نظر في تصرفاتك، عن إذنك يا أستاذة. هدى وقفت متنحة مكانها، هي ما فهمتش كان قصده إيه بكلامه وليه بيبصلها بضيق، ووقفته عشان تسأله، لكنه زود حيرتها أكتر. أما يزن فركب عربيته وسأل على الشركة بتاعته وهو بيفكر فيها بغيز. يمكن كلامي ده يفوقها وما تركبش مع شباب تاني، ولا الظاهر كده ان نظرتي كان فيها غلط من الأول. أنا مش فاهم ليه شغل نفسي بيها، دي بنت يعني زي أي بنت، فبلاش أديها أكبر من حجمها. وعند هدى جت أمل لهدى. هدى إيه يا بنتي مالك؟ جريتي بسرعة وخرجتي ليه؟ ها؟ لا أبدا مفيش، خرجت أشم شوية هوا بس. هم؟ علي أنا تشمي هوا ولا تلحقي دكتور يزن؟ يوي أمل عليكي. وبعد انتهاء اليوم رجعت هدى بيتها وكلام يزن بيزن في ودنها، وبعد الغدا سمعوا الباب بيخبط، فهدى راحت تفتح الباب. مساء الخير، أنا سواق فريد بيه وهو بعتني عشان أوصلكم على الفيلا، جاهزين ولا إيه؟
هو ده ضربات قلبها اللي بغضب. ده بابا مصر بقى. وجات الام. هو ده في ايه؟ ايوه مين حضرتك؟ انا سواء فريد بيه يا مدام، وفريد بيه بعتني عشان اوصل حضراتكم للفيلا. والله بجد صحيح؟ ما تفرحش قوي كده يا ماما، بابا طلب مني ان انا اروح لوحدي، ولما طلبتك معايا قال لي ان انا وانتي هنروح، بس على ان حضرتك مسؤوله المطبخ وانا بنتك ومحدش يعرف غير كده. انقهرت الام على حال بنتها، لكنها ما حبتش باين ده قدامها. والكلام ده من امتى يا هدى؟ كنت رحت لبابا من كام يوم كده عشان اطلب فلوس للجامعه، ولقيته بيقول لي الكلام ده يا ماما. قال لي لو عايزه اجيب لك اللي انت عايزاه تعالي عيشي في الفيلا، ولما طلبت حضرتك قال لي مامتك شاطره في المطبخ وبتعمل اوردرات، فتيجي تشتغل في الفيلا وتكون معاكي بالمره، وكمان لينا اوضتنا الخاصه بينا. لكن انا رفضت، لكن امبارح لقيته مصر وقال لي انه هيبعت لي سواق، لكن انا مش هسمع كلامه ومش هروح عنده يا ماما، احنا هنفضل هنا. على الرغم من ان الام ما كانتش حابه باللي بيحصل ده ولا راضي عنه، وفكرت انها تفضل هنا وتعيش مع بنتها وتصرف عليها بنفسها، لكنها كأي ام حبت تضحي بكل حاجة وما تفكرش غير في مصاحب بنتها وبس، وقالت في نفسها هناك هيصرف عليها ومش هيخليها محتاجة حاجة من مصاريف للجامعة وكمان لبس. فبصت لهدى، لا يا هدى انا موافقة نروح، ما هو هنا شغل وهناك شغل يا بنتي، وكمان هناك هكوني قدام عين ابوكي يمكن قلبه يحن عليكي، وكمان هتتعرفي على اخواتك ويكون معاكي مصاريف الجامعة وكل اللي تحتاجيه. لا يا ماما انا عارفه انك بتقولي الكلام ده من ورا قلبك، ومش انت اللي توافقي على ده ابدا. ده حقيقي يا بنتي، بس ما فيش قدامنا حل الا كده. انا مش عايزاكي تعادي ابوكي، احنا مالناش غيره بعد ربنا، هو سند لينا مهما كان بعيد. معلش يا بنتي اتحملي الوضع، والله اعلم الايام فيها ايه وممكن الظروف تتغير للاحسن، بس انت ما تزعليش نفسك ابدا. هو ده اترمت في حضن مامتها. ماما انا بحبك قوي، انت احسن ام في الدنيا. الام طبطبت على ظهر بنتها، يلا يا حبيبتي نجهز هدومنا عشان السواق ما يفضلش منتظر كتير. وبالفعل اخدوا هدومهم وكل متعلقاتهم وركبوا مع السواق لحد ما وصلوا للفيلا. واول ما الام شافت الفيلا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الفيلا كبيره قوي وجميله. هدى ما كانتش مبسوطه، وكانت عندها تعيش في الشقه البسيطه دي افضل من هنا مليون مره، طالما محدش من اخواتها هيهرب حقيقتها. ودخلوا الفيلا فلقيت مدبره البيت بتستقبلهم. انتي الانسه هدى وانتي والدتها مدام وداد مش كده؟ ايوه يا بنتي، وانتي مين؟ انا مدبره البيت واسمي عفاف، تعالوا اتفضلوا هوريكم المكان اللي هتقعدوا فيه، ولما يجيلي اوامر من فريد بيه هوريكي يا مدام وداد المطبخ اللي هتشتغلي فيه. ماشي يا بنتي تسلمي. واخدتهم لمكان في الحديقه، وفي بيت صغير كان عباره عن اوضتين وصاله ومطبخ وحمام. هو ده المكان الخاص بيكم، تقدروا تصرفوا فيه براحتكم، ليكم مطلق الحريه فيه، لكن يا ريت بلاش تخرجوا بره طالما يعني فريد بيه ما امرش بده عن اذنكم. اتفضلي يا بنتي كتر خيرك. وبصت لهدى لقيتها ساكته ومساهمه. مالك يا هدى يا بنتي ساكته ليه؟ يعني عاجبك الوضع ده يا ماما؟ الحمد لله رضا يا بنتي، وصدقيني انا متفائله خير وحاسه ان اللي جاي احسن باذن الله. اتنهدت هدى وابتدت تخرج هدومها وتحطها في الدولاب. وبالليل لقوا الباب بيخبط وفريد بيدخل. اهلا يا فريد بيه، عاش من شافك. ازيك يا وداد، ها عجبكم الشقه؟ انا جبتكم هنا عشان تاخدوا راحتكم من غير يعني محد يزعجكم. وطبعا بعيد عن مرات حضرتك يا بابا، واللي مش هكون اصلا طايقانا هنا ولا طايق وجودنا من اصله، صح؟ فريد اتجاهل كلامها وقال، وداد من بكره لو حبيتي تقدري تدخلي المطبخ فانت هتكوني مسؤوله المطبخ من دلوقتي، وهيكون ليكي راتب شهري تتصرفي فيه زي ما تحبي. اما انت بقى يا هدى تقدري تتجولي في المكان براحتك خالص، لكن طبعا زي ما قلتلك. ايوه بنت الطباخه مش كده؟ هدى وبعدين معاكي. انا كده خلصت كلامي عن اذنكم. قال كده ومشي. اما هدى فغصب عنها انفجرت في العياط مره واحده، ففضلت مامتها تهديها لحد ما نامت. اما يزن فكان رجع من بره ولسه بيركن العربيه، سمع صوت موبايله. ايوه يا زفت، زينو ابن عمي حبيبي، ها مفيش تعالى يا سيف بقى عندنا تنورنا في الفيلا. انت اختك يعني؟ يا حلو انت مش محتاجه عزومه، وقت ما بتحبي تيجي بتيجي على طول. اللي جد يعني؟ اللي جد ان ابويا وامي خلاص سافروا، فمن الذوق يعني تقول لنا تعالوا مش نيجي لوحدنا يا عم؟ ولا انا مش فايلك، ورجع من شغلي تعبان وعايز انام. يا باي عليك، عامه يا سيدي شكرا على عزومه، بس والله يعني لو ما كنتش تحلف انا ونغم في الطريق جايين لكم حالا. ماشي يا سيف تمام، هبلغ ماما وكرمه وهيكونوا في انتظاركم. ها في حاجه تانية؟ ويا ريت حد يحضر لنا الاكل لاني جعان قوي. وفعلا يزن قال لمامته وكرمه على وصول سيف ونغم، وطلع هو على اوضته يرتاح. وبعد شويه وصل سيف ونغم. نغم انا مبسوطه قوي ان جيتي، اخيرا جيتي. يس هنقضي وقتنا كله سوا مع بعض.
وانا كمان فرحانه قوي. تعرفي كنت زعلانه ان انا هسافر مع مامي وبابي، تعرفي ليه؟ لاني متاكده انهم هيكونوا مشغولين بالشغل هناك طول الوقت يعني، وهكون هناك لوحدي. كويس انك جيتي عندنا. اهلا يا سيف، منورنا. سوزيانه من القمر كله يا ناس، وحشتيني على فكره. لا لا مش معقول، كل يوم بتصغري عن اليوم اللي قبله. ده انت كده بقيتي تنافسي كارما ونغم في الجمال. بنات خافوا على نفسكم، المنافسه كبيره قوي. وضحكت سوزي لانها بتحب تسمع الكلام ده قوي، لانه بيزود ثقتها في نفسها. سيف انت فعلا كلك ذوق. يا جماعه انا جعان قوي، هو مفيش اكل هنا ولا ايه؟ عفاف قولي للطباخ يحضر العشاء بسرعه. اي هانم، بس عم سعيد الطباخ خلاص مشي لانه ما بقاش يقدر على الشغل. وداد فين اللي جت النهارده؟ خليها تيجي تعمل اكل بسرعه. فريد بيه طلب يستلم الشغل يعني من بكره؟ لا من دلوقتي حالا، يلا بسرعه، نص ساعه ولا كل حاجه جاهزه. حاضر يا هانم تأمري. هطلع اظبط شنطتي لحد ما الاكل يجهز. ولسه يا دوب بيدخل اوضته لقى اللي بيمسكه من قفاه. لا يا امي عفريت، وربنا العفريت يخاف منك يلا. يا زن فزعتني، تعالى يا خفيف عايزك. يا ابني انت مش كنت نايم وقلت انك تعبان؟ ادخل يلا اخلص. اديني دخلت اهو. خير؟ قولي بقى انت ايه علاقتك بالبنت اللي كانت معك في العربيه؟ انا بنت بالظبط؟ انا بيركب معايا العربيه بنات بعدت شعر راسي. في يا زن ما تحدد يعني. اتضايق يا زن جدا ان سيف بيشبهها باي بنت تانية لانه شايفها مختلفة عنهم كلهم. ولا البنت اللي كانت معاك وقت ما جيت للفندق عشان تاخد ملف؟ ها دي هدى، بنت عسل قوي ولطيفة. يزن ما تحملش انه يسمع سيف بيمدح فيها اكتر من كده، وافتكر ان ما بينهم علاقة. طب غور يلا على قطة غور. اما انت غريب بشكل يا اخي. قول حد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ وده اللي هنعرف ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.